السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة ليدرز للغات، معكم مستر محمد حسن. النهاردة حبايبي هنتكلم على درس جديد من دروس الجغرافيا، وهو بعنوان تضاريس مصر. الأول نبدأ نتكلم يعني إيه كلمة تضاريس يا حبايبي؟ أبدأ أفكرك بكلمة تضاريس اللي هي أشكال سطح الأرض المختلفة. إيه ده؟ وهي الأرض يا مستر ليها شكل؟ آه ليها شكل. يعني إيه؟ تبقى بيضة ولا سودة ولا تخينة؟ لا طبعًا. تمام؟ أشكال سطح الأرض إن الأرض دي ممكن تبقى مرتفعات أو ممكن تبقى منخفضات أو ممكن تبقى سهول. تمام؟ وزي ما عرفنا في الدرس اللي فات إيه أسباب أو عوامل تشكيل سطح هذه الأرض. طيب النهارده بقى هتكلم على اشكال سطح الارض اللي موجوده في مصر بالفعل، تمام، وهنقسمها لعده اقسام. تعالوا نشوفه مع بعض كده. هو بسم الله الرحمن الرحيم ونقوله ينقسم سطح مصر الى اربع وحدات. ايه هي بقى؟ وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. العنصر الثاني صحراء غربيه. العنصر الثالث صحراء شرقيه. آخر عنصر عندي وهو شبه جزيرة سيناء. طيب تعالى نتكلم الأول على الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وطبعا قبل ما نبدأ لازم نبقى عارفين إن الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم دي أرض خصبة. أرض إيه؟ خصبة، دي صالحة للإيه؟ للزراعة، ودي اللي كنا بنسميها السهول الإيه؟ سهول فيضية. أرض إيه؟ سهلية فيضية. طيب قال لك اما اجي اتكلم على الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، قال لك هندرس فيها نهر النيل، وهندرس وادي النيل، وهدرس الدلتا، وهدرس منخفض الفيوم. طب تعال نبدا بنهر النيل في مصر. امتى نشا نهر النيل؟ قال لك في اواخر عصر الميوسين. ايه الميوسين ده يا مستر؟ ده زمن ثالث. زمن ايه؟ تالت. طيب بيقول لك النيل، هو بص لسه في ارض، ارض عاديه يابس لسه ما فيش اي ميه. النيل بدا يشق المجرى بتاعه فوق الاراضي المصريه، وكانت المنبع بتاعه على جبال البحر الاحمر. ايه ده؟ هو يعني ايه منبع يا مستر؟ منبع اللي هو البدايه بتاعه نهر النيل. طيب انت دكتور بتقول لي ان المنبع بتاعنا كان جبال البحر الاحمر. طب استنى، احنا كنا دارسين السنه اللي فاتت ان نهر النيل المنبع بتاعه، منبع نهر النيل، من هضبه البحيرات الاستوائيه، كنا واخدينها في ميدل سيرين. تمام؟ يعني في افريقيا. ازاي بقى المنبع بتاعنا عندنا؟ اقول له ما هقول لك حاجه ودي هتبان قدام شويه في الدرس. نهر النيل ده اتكون على جزئين، كان في الجزء بتاع الاراضي المصريه وده كان منفصل عن بقيه نهر الايه؟ النيل. ايه ده؟ كان ده جزء وده جزء؟ اه. طب السؤال بقى، طب تاني معلش ماشي قبل ما نتكلم ازاي اجتمعوا تاني واتصلوا ببعض تاني. انت دلوقتي بتقول لي المنبع بتاعه فوق الاراضي المصريه في البدايه خالص كان على جبال البحر الاحمر، فين المنبع؟ جاي له منين الميه؟ ابدا افكرك، مش كنا بناخد قبل كده ايام زمان كنا بنقولوا في حاجه اسمها الاوديه الجافه، وكنا حافظين تعريفها، اوديه جافه، اوديه كانت تجري فيها المياه ثم جافه. يعني ايام زمان كانت الاوديه دي اللي هي دلوقتي ما فيهاش ميه، كان ايام زمان مليانه ايه؟ ميه. اه يعني نهر النيل كان بيقصدك ان هو كان بياخد الميه بتاعته من هناك؟ اقول لك ايوه. طيب بيقول لك بعد كده حصلت مجموعه حركات كده ماشي، انكسارات وتصدعات ومش عارف شويه حاجات كده حصلت في الارض مش هشغل دماغك بيها. قال لك قامت جايه المنابع الحبشيه اللي هي بتاعت اثيوبيا، اللي هي منابع طبعا ايه؟ موسميه، ومنابع هضبه البحيرات اللي هي منابع دائمه، اتصلوا بالجزء بتاع الاراضي المصريه، وده كان في اوائل البلاستوسين. طيب قال لك نتيجه لحركات ارضيه ماشي هي مهدت للروافد الحبشيه والاستوائيه ان هي تتجه ايه؟
شمالا واتصلت بوادي النيل وبقى جزء ايه لا يتجزأ منه. طب تعال نشوفوا امتداد نهر النيل في افريقيا. على فكره نهر النيل ده اطول نهر في العالم. ايه ده؟ مفيش حاجه، بس خد بالك انا بقول لك اطول نهر، ما قلت لكش اوسع سهل فيض او اوسع سهل او اوسع نهر. تمام؟ هو اطول نهر فين في العالم، لكن من حيث الوسع على فكره، من حيث الوسع ده رقم ثلاثه. عندي نهر اسمه الامازون، ده اوسع نهر في العالم، بعد منه كونغو، بعد منه نهر النيل، ده بالنسبه للوسع. لكن بالنسبه للطول اطول نهر في العالم هو نهر الايه؟ النيل. طوله 6670 كيلو متر. طيب المناطق اللي هو بيمتد فيها هي مناطق غزيره الامطار، وقلنا المنابع العليا بتاعته، ودي منابع دائمه اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه، كانت موجوده تحت دائره الاستواء على طول كده. قال لك وعندي هضبه الحبشه او اسمها منابع حبشيه اللي هي منابع موسي ميه. ويفضل بقى النهر ماشي لحد ما يوصل للنهايه في مصر، ونهايته فين؟ في المصب بتاعه اللي هو عند البحر الايه المتوسط. خلي بالك اي نهر ليه منبع وليه مصب، المنبع ده اللي هو بدايته والمصب اللي هو ايه نهايته. طبعا المصب ده لازم يكون فيه ايه؟ يكون فيه ميه. طيب قال لك نهر النيل والروافد بتاعته بتمتد داخل حوض النيل. ايه معلش يا مستر، ايه حوض النيل ده؟ بص يا حبيبي، نهر النيل اي مكان النهر، مش عارف كده، مش على نهر النيل بس، اي نهر جميع الاراضي اللي بيمر فيها هو او الروافد بتاعته ده بيعتبر اسمها حوض النيل. حوض اسمها ايه؟ حوض النيل. يبقى حوض النيل ده ايه؟ اي ارض النهر ماشي فيها هو او الروافد بتاعته اللي بتطلعوا من الجنان كده، هو ده بيسموها حوض الايه؟ حوض النيل. وحوض النيل ده مساحتها 10% من مساحه افريقيا. طيب اجزاء حوض النيل هبدا من تحت، انا ببدا من الجنوب. قال لك المنابع الاستوائيه اللي هي فيها مجموعه من البحيرات زي بحيره فيكتوريا وبحيره ادوارد وبحيره البرت. فيهم دول بقى كده عندهم كده في نهر اسمه نهر كاجيرا، وده يعتبر بدايه نهر النيل. على فكره نهر كاجيرا ده بيصب في بحيره فيكتوريا، يعني اول نهر النيل يعتبر نهايه نهر كاجيرا. يبقى نهر النيل ده بيبدا منين؟ بيبدا من عند نهر ايه؟ كاجيرا. طيب في منطقه اسمها اعالي النيل، فيها بقى روافد ايه؟ بحر الجبل، بحر الزراف، بحر الغزال، بحر الايه؟ العرض. طيب في عندي مجموعه الصوبات، عندي حاجه اسمها المنابع الحبشيه اللي هي قلت لك اثيوبيا، ودي منبع موسمي، يعني ما بيديناش ميه طول السنه، لا ده بيدينا في مواسم معينه. فيها بقى ايه؟ روافد الصوبات، عدبره، النيل الازرق اللي بيستمد معظم مياهه من بحيره اسمها بحيره تانا في اثيوبيا. طب قبل ما اخش على النيل الابيض عايز اقول لك حاجه، اثيوبيا دي ما بتفكرش في حاجه، بتفكر ان اثيوبيا دلوقتي بتعمل سد اسمه سد النهضه عندها. طب السد ده ممكن ياثر على الميه بتاعتنا؟ ممكن ياثر، ممكن يمنعه عننا الميه، ممكن يمنعه عننا الميه، بس ازاي؟ ده احنا حبايب دلوقتي، احنا حبايب بس بكره يا عالم ايه اللي هيحصل؟ نقطه ضعف بالنسبه لنا. طب واحد يقول لي مش انت يا مستر لسه قايل ان المنابع الحبشيه دي منابع موسميه، يعني ما بتدينيش ميه طول السنه؟ اقول له وانت لسه من شويه قايل ان البحيرات الاستوائيه دي منابع دائمه، يعني هي بتديني ميه طول السنه؟ اقول له طب يقول لي خلاص تعمل اثيوبيا سد زي ما هي عايزه، وناخد الميه بتاعتي من المنابع الايه؟ الاستوائيه. اقول لك لا ماشي، ليه ما ينفعش؟ وبزي ما ينفعش طبعا تاخد كل ميتك من المنابع الايه؟ الاستوائيه، لاسباب جغرافيه مش عايز اشغل دماغك بيها، بس انا عايز اقول لك انا من المنابع الاستوائيه اللي هي الدائمه انا باخد قد ايه؟ باخد 14%، باخد 16%، باخد 16% في الايه؟ في الميه.
84% بيجوا لي من المنابع الحبشيه. يعني انا الاهم بالنسبه لي المنابع الحبشيه. انت بالنسبه لك كمصر اهم حاجه المنابع الحبشيه، مش المنابع الموسم الدائمه او بتاعت البحيرات السوداء. طيب نيجي ناخد ثالث حاجه، ثالث جزء في نهر النيل، هي النيل الابيض. وعندي اخر جزء وادي النيل الادنى، وده طبعا اللي بيجري فيه نهر النيل في شمال السودان وفي مصر. وعلى فكره بمجرد في هذا الجزء النيل الادنى لا يلتقي باي روافد، ما بيلتقي خلاص، ما فيش اي ميه بتخش زياده خلاص، تمام، بمجرد ما دخل ماشي المنطقه بتاعت وادي النيل الادنى ده خلاص ما فيش اي ميه هتوصل له. وعلى فكره مصر دي بيسموها دوله المصانع. طيب ميه نهر النيل ادي كده خريطه بالنسبه لنا، ماشي ادي كل ده نهر نهر النيل اثيوبيا اهي، خلي بالك اللي هي السد اللي عايز تعمله. بص كده ده ايه، بص اهي ادي اثيوبيا اهي، ادي السودان اهي، ادي مصر اهي. طيب قال لك 84% من مياه نهر النيل بتيجي من هضبه الحبشه، ودي منابع موسميه. 16% بتجي من المنابع الدائمه. نهر النيل بقى بيقول لك في الاراضي المصريه لا يلتقي باي روافد، اذا يعني مفيش اي ميه. قال لك الميه بتجي له منين بقى؟ قال لك من السيول. والسيول دي ممكن توصل لنهر النيل عن طريق الاوديه الموجوده في الصحراء الشرقيه. خلي بالك احنا نصيبنا من ميه نهر النيل هو ثابت، بس بيختلف شويه من شويه حسب كميه كميه الامطار. طب احنا نصيبنا قد ايه من النهر، من نهر النيل؟ 55.5 مليار متر مكعب. وزي ما قلت لك بتختلف من سنه لسنه حسب اختلاف كميه سقوط الامطار. طيب معظم الميه دي بتجيلي في موسم الفيضان. ايه ده، هو مش خلاص لسه ما بيحصلش فيضان عندنا؟ احنا ما بنتاثرش بيه، هو الفيضان بيحصل كده كده في ميه النهر، بس احنا ما بنتاثرش بيه عشان بنينا السد العالي، لكن كده كده الفيضان بيحصل. في وقت الفيضان ده مصر بتحصل على معظم الميه بتاعتها. ايه ده؟ طب وفي ميه ثانيه بتجي لها؟ قال لك ايوه بتجي لها بقيه الميه اللي هي نسبه قليله في فتره التحضيق. تحضيق يعني ايه تحضيق؟ قال لك التحضيق ديت هي الفتره اللي بيبقى النهر فيها منخفض. الفتره بينخفض فيها منسوب منسوب الميه. طيب نهر النيل بيمتد فين في مصر؟ قال لك بيمتد بيبدا من السودان وبيتجه الى الشمال حتى يصل الى مصبه في البحر البحر المتوسط. المسافه دي حوالي 1532 كيلو كيلومتر. طب عايزين نوصفه مع بعض نهر النيل. قال لك نهر النيل بيتميز ان هو متعرج في كذا ثانيه ثنيات. على فكره اكبر ثانيه فيهم هي ثانيه اسمها ثانيه قنا. افهمك انا القصه ايه الثنيات دي؟ ايه قصتها؟ بيجي نهر النيل وهو بيشق طريقه في البدايه، لسه الارض زي ما هي، فهو الميه بتندفع بتبدا تحفر حفره كده وماشي فيها النهر، تمام؟ بتيجي ساعات بتقابلها صخور، بتقابلها صخور ما بتقدرش تنحتها، مش قادره تعمل لها عمليه تاكل، فبتضطر ان هي تلف من حوالين منها، تمام؟ فمن هنا بيحصل عمليه الانسيناء. طيب قال لك في القطاع الجنوبي بيعرف ما يسمى بالجندل الاول. قلنا يعني ايه جندل؟ قلنا الجندل ده صخور ناريه متحوله. قال لك صخور صلبه نتجت طبعا عن تاريخ حركات تصدع بالمنطقه. طيب الجزر كتيره طبعا عشان كده هي مسببه الثنائيات دي. طيب ده كان نهر النيل. تعال نشوف الوادي بتاع النيل. قال لك الارض الفرضيه الخصبه بتمتد على جنبي النيل وبيحدها حافات، يعني في مناطق مرتفعه من جهه الشرق ومن جهه الغرب. خد بالك ارض فيضيه دي نهر النيل وهو ماشي بيبقى معاه طمي، تمام؟ بيبقى الطمي ده بالبلدي كده تقيل، تمام عليه، فعمال يقعد يحلفه شويه يمين وشويه شمال، اللي هو يرسبه شويه يمين وشويه شمال، تمام؟ طيب قال لك المساحه بتاعت وادي النيل قد ايه؟ قال لك مساحته حوالي 13000 كيلو. السهل الفيضاني بيتميز بايه؟ قال لك دي رواسب طمية رسبها نهر النيل على
الجانبين. طب هل اتساعه واحد نهرين؟ قال لك لا بيختلف. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك الدليل ان نهر النيل بيبقى ضيق في الجنوب وبيتسع في الشمال. اقول لك معلومه دي خليها من الثوابت، اي نهر في الدنيا بيتسع عند المصبات. اقصى اتساع ليه بقى، اكتر حته متسعه في النهر عند بني سويف، اقل اتساع ليه بقى عند حته اسمها كومومبو. يبقى اكتر حته متسعه بني سويف، اقل حته متسعه كومومبو. بيزداد اتساعه غرب نهر النيل، يعني الجانب الغربي يبقى متسع عن الجانب الايه؟ الجانب الشرقي. بالاخص في انهي حته؟ ابتداء كده من نجع حمادي الى القاهره. طيب الدلتا بتاعت النيل، طبعا الدلتا انت عارف هي عباره عن صف ايه؟ فيضيه. ماشي؟ موجوده فين؟ جنب مصب النهر. والدلتا دي على شكل سبعه او على شكل مثلث مقلوب. القاعده بتاعته على الساحل ماشي؟ هو البحر المتوسط، وراسه جنوبا عند شمال الايه؟ القاهرة. طيب على فكرة نهر النيل أيام زمان كان ليه كذا دلتا، كان ليه كذا إيه؟ دلتا. حصل لها عملية تآكل. المهم دلوقتي أنا ما عنديش إلا دلتا أو فرع رشيد وفرع إيه؟ وفرع دمياط. طب مساحتها قد إيه؟ 22,000، يعني حوالي ضعف مساحة الوادي. ضعف مساحة الايه؟ الوادي. لو خدناها بالنسب يا اولاد، لو خدناها بالنسب كده حولنا الكلام ده للنسبة، هتلاقي مساحة الدلتا حوالي 55% من مساحة الأراضي الايه؟ المزروعة. أما الوادي فنسبته 28%، يعني الدلتا ضعف الوادي، أو الوادي نصف الايه؟ الدلتا. يقولها كده يقولها كده الاثنين معاك. طب الدلتا دي زي ما قلت لك بتبدو في شكل مثلث، القمة بتاعته شمال غرب القاهرة اللي هو عند قناة الخيرية، والقاعدة بتاعته على طول ساحل البحر المتوسط، نفس الكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا قايلينه. طب الدلتا دي عايزينها توصفها لنا، قال لك السطح بتاعها مستوي. تمام؟ على فكرة الوادي والدلتا السطح بتاعها مستوي، وده طبعا أدى إلى سهولة قيام الايه؟ قيام الزراعة. طيب. أكيد طبعا النهر زي ما بنحرك، انحدر ناحية الايه؟ الشمال ولا الجنوب؟ ماشي؟ قال لك هو الانحدار بيبدأ من الجنوب وبينتهي عند الشمال، بس بيقول لك انحدار خفيف مش جامد يعني. تمام؟ طب هل في ظواهر جغرافيه بتميز الدلتا ديت؟ قال لك اه، فرع دمياط ورشيد. وعلى فكره دمياط اطول من رشيد، بس رشيد اوسع من دمياط. طيب قال لك طول فرع دمياط 245، رشيد 239، يعني فعلا دمياط اطول من رشيد، يعني دمياط اعلى منسوبا لكن رشيد اكثر اتساعا. الساحل بتاع الدلتا اللي هو بيطلع على البحر، هو ساحل رملي بيبدا من بورت سعيد شرقا حتى الاسكندريه غرب. طب ايه المميزات بتاع ساحل الدلتا؟ التعارض بتاعه واضح. قال لك كثره الرؤوس الارضيه، وقلنا الدرس اللي فات يعني ايه رؤوس ارضيه؟ يعني اليابس دخل في قلب الميه، زي راس دمياط، راس البرولوس، راس رشيد، كل دي رؤوس ارضيه. في خليجان زي خليج جبريل، وقلنا يعني ايه خليج؟ ميه دخلت في قلب اليابس عكس راس الارض على طول. طيب في بحيرات بقى ساحليه اللي احنا كنا بناخدوهم في جنوب الطيف، هي بحيرات المنزله، برولوس، اتكو، مريوط. طيب منزله، برولوس، اتكو، مريوط، دي كلها بحيرات ايه؟ شماليه. طيب مالها بقى البحيرات دي؟ قال لك البحيرات دي بتتصل بالبحر المتوسط، الفتحه بقى اللي بتوصل بالبحر المتوسط بأي بحيره من دي بيسميها بواغيز، بغاز، بيسميها ايه؟ بغاز. والبغاز ده على فكره بيساعد في عمليه تبادل الكائنات الحيه وتغير الايه؟ الميه. عندك اشهر البواغيز بغاز اشتوم الجميل اللي هو بيربط بحيره المنزله بالبحر الايه؟ المتوسط. طب يعني ايه بغاز؟ قلت لك فتحه بيصل البحر بالبحيره، ودي بتؤدي الى تبادل المياه وتبادل الاحياء الايه؟ المائيه. طيب تعال نشوفه مع بعض منخفض الفيوم. منخفض الفيوم ده على فكره منخفض صحراوي، اقرب المنخفضات
الصحراء. طب ازاي في الصحراء يا مستر؟ وازاي انا بقول لك عايده بيئه زراعيه فيضيه او ارض خصبه؟ قال لك ميه بحر، ميه نهر النيل بدات تصل الى منخفض الفيوم. طب ازاي بتوصل له؟ عن طريق ترعه اسمها ترعه بحر يوسف. طب وترعه يوسف دي بتطلع منين؟ بتطلع من ترعه ثانيه اسمها ترعه الابراهيميه، ودي غرب الايه؟ غرب الوادي. تمام؟ فاصبحت الطمي اللي موجود في الميه بدا يوصل لايه؟ لمنخفض الفيوم، فعشان كده التربه بتاعته تربه طينيه خصبه. وعلى فكره ما تنساش شمال منخفض الفيوم في بحيره مالحه جدا اسمها بحيره قارون. طيب. طبعا المنخفض ده اتعمل بفعل العوامل الايه؟ الباطنيه بالاضافه الى النحت الايه؟ النحت المائي. طيب. المنخفض انحداره للشمال الغربي، بينخفض بينحدر ناحيه الشمال الايه؟ الغربي. طيب. تعال نشوفه مع بعض. الاقسام بتاعه منخفض الفيوم. طيب قال لك بيفصلها عن وادي النيل هضبه جبليه بتقطعها فتحه اسمها فتحه اللاهون، ماشي، اللي هي بتسمى بحر ايه؟ يوسف، نفس الكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا لسه قايلينه. يتميز عن بقيه المنخفضات الصحراويه اللي هو منخفض الفيوم ده ان الرواسب بتاعته دي اتنقلت عن طريق نهر الايه؟ نهر النيل، فهي تربه طينيه خصبه. طب تعالى نتكلم عن الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه دي تحس ان هي كده مستطيل. على فكره افاجئك كده بحاجه، انت عارف نسبه الصحراء عندنا قد ايه في مصر؟ انا دلوقتي هعتبر النسبه بتاعت مصر دي 100%. الصحراء دي نسبتها قد ايه؟ كتيره ولا قليله؟ افاجئك. نسبه الصحراء 96% من مساحه مصر. 96%. ايه ده؟ يعني اتبقى لنا 4% بس اللي احنا عايشين فيهم؟ مصر كلها، هي مصر مش زحمه، احنا اللي عاملين الزحمه، ان احنا سايبين 96% وقاعدين فين؟ في 4%. صحراء غربيه على شكل ايه؟ مستطيل، بيحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الغرب ليبيا، ومن الشرق ايه بقى؟ بص معايا. الشرق بيحدها وادي النيل، وادي النيل، النيل. تمام. وغربا زي ما قلت الحدود المصريه اللي بيه. مساحته قد ايه؟ قال لك مساحتها 22%. 68%. مساحه الصحراء الغربيه 68% من مساحه ايه؟ من مساحه مصر، هي اكبر الصحراء، اكبر الصحراء. طيب. تعال نشوف ادي الصحراء الشرقيه، الصحراء الغربيه. ادي فوق اهو، ادي بحر المتوسط، ادي ليبيا من الجنوب، ادي السودان من الجنوب، ادي ليبيا من الغرب، وادي الشرق في الوادي وايه؟ ماشي، وادي الايه؟ النيل. طيب تعالى نشوف مع بعض الهضاب اللي في الصحراء الغربيه. عندي هضبه مرمريكا، عندي الهضبه الوسطى، عندي الهضبه الجنوبيه، بالاضافه كده في نطاق الايه؟ الساحلي. طيب تعال نشوف الهضاب. واول هضبه هضبه مارمريكا في الشمال، الصخر بتاعها او السطح بتاعها صخري ما فيهوش رواسب رمليه. من الشمال بيحدها السهل الساحلي اللي هو على البحر المتوسط، الجنوب منخفض القطاره وايه؟ وسيوه. مصر بتطل على البحر مباشره في بعض المواضيع مثل السبيل. يعني بص، بيبقى فيه كده حاجات بتمنعك عن الميه، بتمنعك انك ايه؟ عن الميه. لا مش عن الميه، بص، السهل الساحلي، السهل الايه؟ الساحلي بيفصل الجبل دوت او بيفصل الهضبه عن الميه اللي هو الرمل اللي موجود قدام الشاطئ. فعشان كده لما اجي اقول لك ايه اللي بيحدها تقول لي ساحلي ساحلي، لكن في مواقع على البحر بيبقى على طول الهضبه منها للايه؟ للميه على طول، ما فيش ساحلي ساحلي. دي بيحصل في اي منطقه؟ قال لك عند منطقه السندوق. عايز افكرك بحاجه، ماشي،
من اول اسكندريه لحد السلوم ده بيسموه اقليم مريوط. طيب عندي الهضبه الوسطى تمتد وسط الصحراء الغربيه بين هضبه مرمريكا في الشمال والهضبه الجنوبيه في الجنوب اللي احنا هناخدوها دلوقتي. ومن الغرب بيحدها الحدود المصريه الليبيه، كلام سهل جدا. وطبعا دي بتطل على وادي النيل والحافات بتاعتها بتبقى منحدره ومتقطعه. طيب بيقول لك تعال نشوف الظروف التدريسيه بيها. قال لك فيها منخفضات زي الواحات البحريه وزي الفرافره. قال لك فيها غرض ابو المحاريق وبحر الرمال العظيم. طب ايه الغروض دي؟ كثبان طويله ضيقه. هي الكثبان دي يعني تجمعات من الغرب. كثبان طويله ضيقه والقمم بتاعتها بتبقى حاده. كثبان طويله. طويله ايه؟ مش بتطول لفوق، لا يعني عريضه كده ممتده قدام منك كده انت ايه؟ انت شايفها. طيب اكبر هذه الغرضيق غرضك اسمه غرضك ابو المحاريق. غرضك ابو المحاريق. طب تعال نشوف الهضبه الجنوبيه. بيحدها من الشمال الحافه الجنوبيه المنخفض الخارجه والداخل. طب جنوبيا قال لك حدودها مع السودان. طب شرقا قال لك وادي النيل. طب غربا قال لك الحدود المصريه اللي بين ليبيا. طيب المساحه الجنوب الهضبه الجنوبيه دي ثلث مساحه الصحراء الغربيه. وخلي بالك هضبه الجلف الكبير دي جزء تعتبر من ايه؟ منها. طيب موجوده في الجزء الجنوبي الايه؟ الغربي. عندك جبل العوينات في جنوب غرب مصر، ده برضه جزء من الهضبه الجنوبيه. طب تعال نشوف النطاق الساحلي بتاعها. قال لك تنتهي الصحراء الغربيه شمالا بنطاق ساحلي يمتد من غرب الاسكندريه حتى السلوم، وده اسمه اقليم مريوط ونستاهلها. طيب الرؤوس الموجوده فيها رؤوس ارضيه زي راس الضبعه، راس الحكمه، راس علم الروم. راس علم الروم ده بالمناسبه ده في مطروح. طب الشواطئ الرمليه دي ممتده؟ قال لك ممتد. وفي خلجان زي الخليج العربي. عندنا مميزات جميله جدا. طب تعال نشوف الصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه بتمتد من وادي الطميلات شمالا حتى الحدود المصريه السودانيه جنوبا، ومن ساحل البحر الاحمر شرقا حتى النيل ايه؟ النيل الغرب. طبعا كلام سهل جدا مش اي حاجه على فكره. مساحتها 22% من مساحه مصر. يبقى كده 22 و68 يبقى كده 80. لا 80 ايه؟ 68 كده 90 كده ايه؟ 90. طيب قال لك لما اجي ادرس الصحراء الشرقيه، طبعا زي ما انت شايف ده كده كله صحراء ايه؟ شرقيه. قال لك في حاجه اسمها خط الساحل. بص يا حبيبي عشان بس في حاجات بتستخدم غلط. اما تروح البحر مع بابا، بابا يجيب كرسي كده ويقعد على الرمله ويقول لك انا قاعد على الشاطئ. لا ده مش الشاطئ، اللي بابا قاعد عليه اللي هو الرمله ده اسمه ساقي ساحلي. الميه بقى اللي قدام منك البحر دوت دي اسمها ايه؟ هو ده اسمه الشاطئ. الخط الفاصل بين اليابس والميه، يعني الميه كده تيجي عند نقطه معينه يبقى دي اخرها. تمام؟ قال لك الفاصل ده بيسموه ايه بقى؟ يلا فكر معايا. قال لك الفاصل اللي هيفصل بين اليابس وبين الميه اللي هو الشاطئ ده بيسموه خط الساحل. خط الايه؟ الساحل. عندي بقى في سهول ساحليه، وعندي جبال البحر الاحمر، وعندي النطاق الهربي، كل ده اللي احنا ايه؟ هندرسه. طب ايه خط الساحل ده بقى؟ قال لك بيمتد من راس خليج السويس حتى راس حضربه جنوبا. قال لك بيتميز بالاستقامه، عارف يعني ايه استقامه؟ يعني الرؤوس الارضيه هتبقى فيه ايه؟ قليله. طيب قال لك بس في رؤوس ارضيه بس قليل. قال لك اديني مثال كده مثلا زي اول زي مثلا ايه عندك شرم الايه؟ شرم الشيخ. طيب السهل الساحلي ارض مستويه او شبه مستويه بتقع بين خط الساحل وبين ايه؟ المرتفع عاد. قال لك بشكل عام بيتميز ان هو ايه؟ مستوي، بيتميز ان هو مستوي. طب تعال نشوف جبال البحر الاحمر. امتدادها من الجنوب الشرقي ماشي؟ تمتد بشكل عام نحو الجنوب الايه الشرقي، بتبدا من الشمال الغربي الى الجنوب الايه الشرقي. تمام. قال لك اعلى جبل فيها جبل الشارب، هي اسمها سلاسل جبال البحر الاحمر، يعني كذا جبل. اعلى جبل فيهم اسمه جبل الايه؟ الشارب. طيب. الجبال دي بتبقى منحدره بشده نحو السهل الساحلي. وبتبقى موجوده على الجوانب بتاعتها. يعني مثلا الشرقيه، الجوانب الشرقيه فيها اوديه جافه. فيها اوديه ايه؟ جافه.
طب تعال نشوفه مثلا الجزء الايه، الجزء الغربي. قال لك الاوديه مش منحدره كتير، الاوديه مش منحدره ايه كتير. طيب قال لك يمكن الاستفاده من الاوديه عن طريق حاجز مياه الايه السيول، واستفيد منها في الايه في البناء. طيب النطاق الهضبي، الهضاب، ايه قصه الهضاب بقى؟ قال لك الهضاب دي بتمتد الى الغرب من جبال البحر الاحمر، غرب البحر الاحمر كده هتلاقي الجزء الايه؟ الجزء الهضبي. عندك هضبه المعازه دي شمال سنيت قنا، شمال سنيت قنا، وعندك هضبه العبابده دي في الجزء الايه؟ الجنوبي. طيب شبه جزيره سنين اللي هي الجزء اللي كده شايفه، دلوقتي شايفه مساحته 6 في الايه؟ 6% من مساحه مصر. قال لك في يعني ثلاث وحدات لسه ما درسوا، اللي هو النطق الشمالي طبيعي. النطق الشمالي بينقسم النطاق الشمالي في شبه جزيره سيناء الى ثلاث اقسام: ساحلي، ساحلي شمالي اللي هو بيمتد من الضفه شرقا حتى السلوم ايه غربا، او بيتميز بيه انخفاضه وقله انحداره وانبساطه، انتشار السبخات والمستنقعات. طيب يعني ايه سبخات؟ انا سامعك اهو، هي ارض منخفضه بتتميز بتشبعها بالملاح، بالاملاح، املاح كتيره جدا 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 فيها، ودي اللي انا بستخدمها في صناعه الايه؟ الاملاح. طيب قال لك في كثبان رمليه، اللي هي الكثبان الرمليه دي بيبقى طبعا تربه ايه زي ما قلت لك بشريه، فبتبقى خزانات المياه الايه؟ المياه الامطار. قال لك فيها بحيره البردويل، بحيره الايه؟ البردويل، التلال القببيه ممتده فيها زي جبل الحرير وجبل المغاره لو تفتكر. طب النطاق الهضبي الاوسط مساحته 54% من مساحه شبه الجزيره العربيه. طيب بيقول لك يظهر ان السطح بقى خلاص بدا يبقى متغامي الجوانب خلاص. طيب قال لك النطاق الهضبي دوت بيشغل حوالي 54% من شبه الجزيره العربيه، و الهضاب دي زي ما قلت لك دي عباره عن اجزاء متراميه، بيعرف الجزء الشمالي منه بهضبه التي والجنوبي بهضبه الايه؟ العجمه، ودي بين خلال السويس وخلال الايه؟ العقبه. اخر حاجه المثلث الجبلي في الجنوب اللي هي عباره عن مجموعه ايه؟ جبال اللي هي موجوده عند راس ايه؟ محمد، وده بيفصلها طبعا عن وادي قيران. طيب قال لك الارض بتاعته ارض منحدره بتنحدر نحو خليج الايه؟ العقبه. طيب في حاجه اسمها سهل القاع، سهل الايه؟ القاع اللي هو ايه؟ الارض بتاعه المثلث الجبلي بتنحدر الانحدار بتاعها ناحيه خليج العقبه. فين في خليج العقبه؟ قال لك عند سهل ساحلي متسع بيمتد موازي ساحل خليج السويس، في الحته دي اسمها سهل الايه؟ سهل القاع. يبقى سهل القاع ده بيبقى موازي لساحل خليج الايه؟ السويس غربي. المثلث الجبلي ده فيه مجموعه من الاوديه زي وادي صد ووادي فرات، ما تنساش المثلث الجبلي ده اكبر جبل فيه او هي اعلى جبل في مصر اللي هو جبل سانت ايه؟ سانت كاترين. تمام؟ اعلى قمه جبليه طبعا ارتفاع حوالي 2642 ايه متر. تمام، وانتهى الدرس، واتمنى ان اكون وفقت فيه. كان معكم اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم مستر محمد حسن.